بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا ارفع راية دينك حتى نزداد حماسة ونزداد استعدادا لمقاومة أعدائك والنيل منهم، حتى لن يقوم منهم أحد إلا بعد حين قررته أنت يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قلنا العلم سواء كان عندهم ولا عنا، هما ما عندهمش ولو الريحة حنا عنهم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بعد كل الآية التالية 42، الذين صبروا، هذا بعض أوصاف لينا، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. احنا صبرنا لحكم الله لأنه لا مرد لحكمه ولا معقب لحكمه ولا متوقع لحكمه أحد، وإن كانوا من المقربين من الملائكة الكرام عليهم السلام، خاصة ليزاركونج اللي هما في قمة سلم الملائكة عليهم السلام، هما بذاتهم ما يعرفوش ماذا قرر الله في كل أمر، سواء كان أمر معروف في السابق أو هو بصدد الذوبان والتبخر أو لم يأتي بعده. وثم هم بذاتهم ما يعرفوش وقتاش يموت، منهم عزرائيل عليه السلام ما يعرفش وقتاش ربي يأخذ منه ما كان بيتحرك وما كان بيستجيب لأمر الرحمن بدون تلكؤ وبدون نقاش. والسلام.